اجتمع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مع القوات الأمريكية وزعماء سياسيين في العراق لطمأنتهم بشأن انسحاب القوات الأمريكية من سوريا والتحذير من أن إيران ما زالت تشكل تهديدا أمنيا في المنطقة. في زيارة لم تؤكدها وزارة الخارجية الأمريكية إلى أن غادر وزيرها مايك بومبيو بغداد، اجتمع الأخير مع القوات الأمريكية وزعماء سياسيين في العراق الأربعاء لطمأنتهم بشأن انسحاب قوات بلاده من سوريا والتحذير من أن إيران ما زالت تشكل تهديدا أمنيا في المنطقة. وفي بغداد التقى بومبيو مع رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي ووزير الخارجية محمد الحكيم ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي والرئيس برهم صالح، وذكر بيان للوزارة الخارجية الأمريكية أن بومبيو أكد في لقائه مع عبد المهدي على التزام الولايات المتحدة بدعم سيادة العراق وبحث هزائم تنظيم داعش الإرهابي في الآونة الأخيرة في سوريا واستمرار تعاونهم مع قوات الأمن العراقية. يأتي ذلك في إطار جولة شرق أوسطية يقوم بها بومبيو لعدة دول عربية، إضافة لتصاعد التوتر بين طهران وواشنطن بعد فرض عقوبات على إيران وسعي أمريكا لحشد الحلفاء العرب لاحتواء النفوذ الإيراني الذي تنام خاصة في العراق وسوريا ولبنان في السنوات الأخيرة. زيارة بومبيو جاءت بعد إعلان ترامب المفاجئ أنه سيسحب كل القوات الأمريكية من سوريا ليدحض كل الروايات الكاذبة المحيطة بالقرار المتعلق بسوريا عن أن الولايات المتحدة تتخلى عن الشرق الأوسط بحسب مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية. الرئيس العراقي برهم صالح أوضح من جانبه بأن العراق سيحتاج للدعم الأمريكي معربا عن امتنانه للولايات المتحدة على دعمها على مر السنين، مضيفا بأن تنظيم داعش هزم عسكريا لكن المهمة لم تستكمل بعد. ويقول محللون أن التنظيم ما زال يشن هجمات في شمال البلاد ويحاول العودة لكن العنف تراجع بدرجة كبيرة. رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بين بأنه جرى بحث توثيق العلاقة مع التحالف لقتال تنظيم داعش، مضيفا بأن واشنطن بلد حليف ويمثل دولة صديقة، منوهين أيضا لكيفية التعامل مع قضايا المنطقة برمتها وتعميق علاقاتهم الاقتصادية والتعليمية مع الولايات المتحدة. وأفاد بيان وزارة الخارجية الأمريكية بأن بومبيو وعبد المهدي بحثا الدعم الأمريكي لاستقلال العراق في مجال الطاقة، في إشارة إلى اعتماد العراق الكبير على الغاز الإيراني في توليد الكهرباء. والحديث أكثر مشاهدينا حول هذه الزيارة، يسعدني أن أرحب بضيفاي معي من بغداد، الأستاذ محمود الهاشمي كاتب ومحلل سياسي، ومن دهوك الأستاذ محمد عامر ديرشوي أكاديمي في الاستشراق والعلوم السياسية. ضيفاي الكرام أهلا بكم على شاشة قناة اليوم. أستاذ محمود الهاشمي لو أبدأ من لدنك، مساء الخير. أهلا وسهلا، مرحبا. أهلا بك. يعني إذن بومبيو يعدل مسار جولته الشرق أوسطية ويحط الرحال في العراق، برأيكم لماذا هذه الزيارة في هذا التوقيت مع العلم بأن العراق كان خارج جدول الزيارات والجولة التي سيقوم بها مايك بومبيو؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ما يتعلق في قضية الزيارة وكانت ربما حقا مفاجئة، ربما هذه المفاجئة اللي أنهم يعتقدون أن الزيارة أصبحت وخاصة لوزير الدفاع يعني ربما فيها من المخاطر، لما رافق زيارة الرئيس ترامب إلى قاعدة عين الأسد من إجراءات أمنية معقدة بحيث أنه يعني حرستها 100 طائرة وأطفئت أضواء المطار وأطفئت أضواء الطائرة، وكان فيها إعلانا من الرئيس بأنه كان يخشى على نفسه وعلى زوجته التي معه ربما يقع في هذا المجال، خاصة أنه خلال زيارته إلى العراق ترامب قد سقطت 4 صواريخ على السفارة الأمريكية سواء من الكرخ أو الرصافة في بغداد، ولذا هو نزل وهبط بطائرة شحن ولن يهبط بطائرة عادية أسوة بالزيارات الخاصة لمعظم المسؤولين سواء الأمريكان أو الأجانب الآخرين. هذا من باب. الباب الثاني أنهم أيضا بحاجة إلى نوع من التطمينات باعتبار أن القطعات التي انسحبت من سوريا أو ترغب أن تنسحب انسحب قسم منها جاءت إلى العراق، ولا بد عملية تنسيق مع هذه الدولة التي انسحبت القوات إليها، وهذا التنسيق يقع في أنه إلى أين ستستقر وهل ستبقى في العراق وهل ممكن المحافظة عليها وما هي المهام التي ممكن أن تؤديها، خاصة وأن البرلمان العراقي يعمل الآن على إصدار قرار
لإجلاء بقية القوات الأمريكية من أرض العراق لما تسببه من قلق وعدم الحاجة إليها، باعتبار أن الجيش العراقي قد وصل عديده إلى 1.25 مليون مقاتل، وهو رقم يفوق حاجة العراق، أي أن العراق وفق تعداد السكاني وفق مساحته على مساحته الجغرافية يحتاج إلى 650,000 مقاتل فقط. هذا الفائض الكبير. إذا ما الجدوى من وجود قوات أجنبية؟ وإذا كان هنالك بقايا من الإرهاب، فالجيش الذي استطاع أن يطرد 3 محافظات قادر على ملاحقة البقية. نعم. طيب، ضيفي من دهوك أستاذ محمد عامر، مساء الخير. تحية طيبة أخو عاد. أهلا بك أستاذ محمد. يعني في نفس السياق حقيقة، مايك بومبيو يزور العراق وكانت زيارته غير مدرجة على جدول الجولة التي سيقوم بها للكثير من الدول. الآن في هذا الظرف الزمني بالتحديد والحديث عن سحب قوات أمريكية من سوريا، هل هي تأتي ضمن خانة التنسيق لإجراءات لوجستية للقيام بعملية الانسحاب، أم كما صرح بأن إيران ما زالت تهدد أمن المنطقة أستاذ محمد عامر؟ تحية طيبة أخ وعاد. أهلا وسهلا. سؤالك كان يحمل تحت طياته الأجوبة أيضا. يعني هذه السفرة لبومبيو إلى العراق تأتي مهمة من عدة محاور. المحور الأول الذي أشرتم إليه في تقريركم وأكدتم عليه، وهو بيان بأن إيران ليست صديقة أو عدوة في المنطقة بالنسبة إلى سياسة أمريكا، وهو ما تربو إليه أمريكا من موقف عراقي تجاه إيران. النقطة الثانية والمهمة، هذه خاصة بالنسبة إلى أربيل عاصمة أقليم كردستان، حيث كانت هذه الزيارة إلى العراق، إلى عاصمة العراق بغداد، وإلى أربيل عاصمة أقليم كردستان، وهو موضوع انسحاب القوات العسكرية الأمريكية من سوريا. بحسب البيان الذي صدر من مكتب الرئيس البارزاني، كانت هذه النقطة المحورية المهمة في اجتماعه مع بومبيو. والرئيس البارزاني قلق، الشعب الكردي قلق من انسحاب القوات الأمريكية من سوريا، ما سيؤول إليه مصير شعب كردستان هناك في غرب كردستان، احتمال التدفق أو هجوم الجيش الأمريكي. هناك نقاط مهمة أخرى بالنسبة إلى أربيل تتعلق بسياسة أمريكا تجاه أمريكا، سياسة أربيل تجاه أمريكا، موضوع البيشمركة، قوات حماية أقليم كردستان. هذه قوات بيشمركة هذه تتمتع بوجود مذكرة تفاهم بين وزارة بيشمركة كردستان ووزارة الدفاع الأمريكية. بتصوري الجانب الكردي يتجه نحو شرحنة هذه المذكرة بشكل ما، إلحاقها بالاتفاق الاستراتيجي بين كل من بغداد وواشنطن. من النقاط الهامة الأخرى بالنسبة إلى أربيل فيما يخص سياسته مع أمريكا، هو التعرف أو بيان الموقف الأمريكي من أربيل، من أقليم كردستان. ويبدو أن بومبيو والجهات الكردية أيضا أكدت بأن أمريكا مع وجود أربيل قوية، أقليم كردستان قوي، وهذا يخص أيضا مستقبل العلاقات الكردية الأمريكية. إضافة إلى ذلك، سياسة أربيل الحالية والتوجه نحو بغداد، الاتفاق مع بغداد، هذا الاتفاق مع بغداد وبسبب مراحل سابقة، تجارب سابقة، تنصلت بغداد من اتفاقياتها. بتصوري أربيل تبحث عن راعي لهكذا اتفاقات، والطرفين أقصد هنا أربيل وواشنطن أيضا مهتمان بأن يكون السيد عبد العادل عبد المهدي ناجحا في تشكيل وزارته وناجحا في مسؤوليته كرئيس مجلس وزراء العراق. أمريكا يبدو عرضت تعاونها أو استعدادها للتقرب بين وجهات
نظر بغداد ووجهة نظر. طيب خلينا أستاذ، ومن المحتمل نعم أيضا رعاية هكذا أستاذ محمد عامر، خليني أشوف بهاي الجزئية بيتفق معك فيها الأستاذ محمود الهاشمي. أستاذ محمود الهاشمي، هل لهذه الزيارة علاقة لتقريب وجهات النظر في المسائل العالقة بين بغداد وأربيل أستاذ محمود؟ والله ما أعرف أنا أستاذ محمد، يعني إلى الآن يثقوا بأمريكا وأن الإخوان الكراد سواء في سوريا أو أي بقعة بالعالم ما زالوا يثقوا أن يثقوا بأمريكا بأنها هي تكون راعية. منذ متى كانت راعية للمصالح العراقية والمصالح الكردية أو مصالح المنطقة؟ دولة ترعى مصالحها الخاصة، وغالبا ما ستكون سبب في إشكالاتنا مع أخواننا في الإقليم، وليس لها من ضمان لا معنا ولا مع الكراد. إذا أردنا أن نبني دولة فلنتعاون معا، يعني باشر إذا في الغد العراق تنصل، بغداد تنصلت على الموقف أو الإقليم تنصل على الموقف، هذه ليست تنصل، الإقليم جزء من العراق أسوة بأي محافظات البلد، وشعبنا الكردي هو شعبنا جميعا وما يمسه يمسنا جميعا، ولسنا بحاجة إلى رعاية أمريكا كي تبقى العلاقة، بالعكس هي التي خلقت لنا الأزمات سواء في تشكيل الحكومة أو في قضية الاستفتاء، والآن مع الأخوة الكراد في سوريا يعني خلقت لهم إشكالات كثيرة مع حكوماتهم ومع الإرهابيين، ثم سرعان ما انسحبت أمريكا ترعى مصالحها الخاصة وليس لها من أي شكل من الأشكال، ولا نعول عليها في يوم من الأيام، ونأمل أن لا يعول عليها أحد من إخواننا سواء في منطقة الشرق الأوسط أو من يعيشون معنا على أرضنا. العراق هو من يبني نفسه، وأخطأنا ونأتي ونعود ونخطأ ونتفاهم، ولكننا لا يمكن أن يكون الأجنبي هو الراعي لمشاريعنا أو لحياتنا السياسية. طيب أستاذ محمود الهاشمي، طيب خليني أسألك بصيغة أخرى، يعني الآن هذه الزيارة ما هي أهم الملفات التي سيتم تسليط الضوء عليها وسيتم مناقشتها، مع العلم بأنه التقى بالسيد الحلبوسي ورئيس الجمهورية العراقية دكتور برهم صالح؟ أستاذ محمود، أهم ملف راح يناقشه هو بما أن القطاعات ستنسحب باتجاه العراق، إذا لابد من التنسيق مع الحكومة العراقية، خاصة نحن الآن السيد رئيس الوزراء نفسه هو القائد العام للقوات المسلحة، ويمكن مناقشته بهذا التفصيل، أين تنسحب القوات، أين تستقر، هل ستبقى في العراق، هل ستذهب فعلا إلى أفغانستان. ثانيا طمأنة الدول المجاورة التي لها علاقات مع أمريكا بأن الولايات المتحدة عندما تسحب قواتها ستسحبها إلى دولة مجاورة ومتفاهمة معها، وليست هنالك من قلق، حتى وإن كان مجلس النواب العراقي ينوي إصدار قرار بجلاء هذه القوات عن أرض العراق، لطمأنتهم دول الخليج والدول الأخرى بأن أمريكا ما زالت محافظة على علاقاتها مع يعني مع أصدقائها، ولا يمكن لها أن تنسحب بعيدا وتخلق لهم أزمة. هذا كل ما جرى. أما التفاهمات البقية، لدينا اتفاقية استراتيجية مع الولايات المتحدة، طالب السيد رئيس الجمهورية أن تفعل قضية التعليم، قضية العلاقات الاقتصادية، ومناقشة الطاقة، يعني أمريكا تشجع العراق على أنه يكتفي ذاتيا في مجال الطاقة وعدم الاعتماد على إيران، لكنه تدرك جيدا الولايات المتحدة مدى علاقة العراق بإيران وطول الحدود بين الدولتين والتشابك في المجال الاقتصادي والاجتماعي والديني، وليس من السهل أن تضغط على العراق بالشكل الذي يخلق له أزمة مع جيرانه وصعوبة إدارة هذه الملفات. نعم أستاذ محمد عامر، بالعودة إليك، يعني هناك من يقول ويؤكد بأن هذه الزيارة هي تحمل مهمة واحدة، مهمة تلطيف الأجواء من خلال دعنا نقول الموقف المحرج للعراق الذي سببه زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. أستاذ محمد عامر، أشاركك الرأي أخ وعد، هذه أحدى النقاط المهمة في هذه السفرة وفي سفرة بومبيو، وهنا أريد أن أشير بأنه أقليم كردستان أقليم دستوري موجود، والشعب الكردي موجود في المنطقة، الشعب الكردي له حدود طويلة مع إيران، مع تركيا، مع سوريا، وبالتأكيد وأمريكا، هذه الدول هي دول مهمة، وأمريكا أيضا دولة مهمة في المنطقة. حكومة أقليم كردستان تجد نفسها مضطرة أن تتخذ خطوات متوازنة في علاقاتها مع الأطراف المختلفة. ليته لم نكن نحن الكرد والعرب في العراق بحاجة إلى راعي
لاتفاقاتنا، لكن للأسف التجارب كلها تخبرنا بأن بغداد تنصلت كثيرا من اتفاقياتها السابقة، وهذا حق. وأستطيع أن أعد لك الاتفاقات المختلفة، يعني أحفظها في ذاكرتي جميعا، أخ واحد الأخ الضيف الكريم من بغداد. من أهم هذه على سبيل المثال أثناء محاربة داعش، بغداد للأسف لفترات طويلة حالت بين الأسلحة التي كانت يجب أن تصل إلى البيشمركة، رغم من أن البيشمركة كان في حالة دفاع عن كردستان وعن العراق أيضا، يعني في معركة موصل. لهذا السبب، ولأنه العراق أساسا عنده اتفاق استراتيجي مع أمريكا، بتصوري كأكاديمي أرى من الضروري تنسيق هذه العلاقة بين أقليم كردستان وبين أمريكا، وفي وثيقة أو في مذكرة تلحق بالاتفاق الاستراتيجي العراقي الأمريكي. الاتفاق موجود، موجود، ما دام هذا الاتفاق موجود لنتفق على طبيعة علاقات وزارة بيشمركة كردستان وحكومة أقليم كردستان مع الأمريكيين الموجودون فعلا على الساحة، وبقرار عراقي 2014 وزير رئيس وزراء العراق والذي دعا القوات الأمريكية أن تدخل وتستقر مرة ثانية في العراق، هذا لم يكن قرارا كرديا. ما يصبو إليه الكرد هو وجود الراعي الأمريكي، ونحن متفقون في الأهداف سواء في محاربة، ليس موضوع ثقة فقط أو موضوع ثقة، هناك الإرهاب وهناك داعش، الطرفان الكردي والمجتمع الدولي يحاربان أو يحاربون الإرهاب وداعش، وهناك حكومة تشكل في بغداد، الطرف الكردي يثق برئيس الوزراء هذا ويريد الاتفاق معه، وأمريكا أيضا لها مصلحة في أن يشكل رئيس الوزراء العراقي الحالي السيد عادل عبد المهدي أن يتممه، هو شكل حكومته، أن يكمل تشكيل حكومته وأن يستطيع أن يقوم بإدارة الحكومة والعراق. ليست هناك خلافات أساسية بين الطرفين. طيب أنا ظل معي 4 دقائق، بدي أحاول تقسمها بشكل عادل بينك أستاذ محمود وبين الأستاذ محمد. أستاذ محمود، يعني استمعت إلى جل ما تفضل به الأستاذ محمد عامر، يخدم موضوع السؤال اللي بدي أطرحه على حضرتك، يعني هل بالفعل هذه الزيارة في هذا الوقت هي رسالة من قبل الإدارة الأمريكية لحلفائها في الشرق الأوسط بأنها ما زالت مستمرة بمحاربة تنظيم داعش الإرهابي والتصدي لتمادي النفوذ الإيراني في المنطقة، وهنا أخص بالتحديد سوريا والعراق؟ أستاذ محمود، يعني لا شك هي تريد أن تطمن المنطقة، يعني كل أصدقائها في المنطقة سواء دول الخليج أو سواهم، أنهم ما زالت هي ترعى مصالحهم وأنها لم تنسحب بعيدا، لأن تعرف التلخيشية الكبيرة التي أعقبت عملية الانسحاب، وكأنما منسحب، يعني وكأنما انسحبت لآلاف من القطعات العسكرية، وماذا تعني وجود 2000 مقاتل وسط منطقة تعج بالآلاف من المقاتلين ومن كل صنوف ومن كل مختلف التوجهات؟ يعني هو 2000 جندي يعني ربما أقيم لها قرقعة أكثر مما تستحق القضية. إحنا في بلدنا تم قتل 5000 جندي أمريكي و33,000 جريح، ماذا تعني هذا بالنسبة إلى إذا ما رفضت؟ حتى أن هذا اليوم صرحت بعض القيادات أو بعض النواب في المجلس العراقي بأن لا نسمح حتى بانسحاب القوات السورية الأمريكية من سوريا إلى داخل العراق. هذه قطاعات ما جاءت ولا نحن متفقون معها إلا إذا أعلنت الحكومة العراقية رسميا بحاجتها إلى هذه القطاعات، فوجودها وعدم وجودها يقرر بضمن هنالك موجود حكومة وهنالك هيئة أركان عليا، وعد ذلك فلا نتفق بشكل من الأشكال، لأننا نعتقد أن وجود قوات أجنبية على أرضنا يمس كرامة العراقيين وسيادة العراقيين، ولا نثق إلا بجيشنا وبأنفسنا، قد نخطأ قد نصيب ولكننا لا نثق بالأجنبي مهما كان شكله ولونه. نعم أستاذ محمد، سمعت لما تفضل به الأستاذ محمود، حقيقة هناك أصوات كثيرة وعديدة في الداخل العراقي تطالب برحيل القوات الأمريكية، وقالت حتى بأنها مستعدة لمحاربة تواجد هذه القوات. برأيكم هل ستنسحب بالفعل في حال لو انسحبت الولايات المتحدة؟ ستأخذ بجنودها إلى العراق أستاذ محمد عامر، هل سيكون هناك قرار من قبل رئاسة الجمهورية العراقية إعلان عن هذا الأمر
أستاذ محمد المنبر لك. أخ وعد مرات أخرى كنت ضيفكم بحول هذا الموضوع، وفي وقتي سألت مقامات أو المقام الأول في وزارة بيشمركة كردستان أي شيء أو القوات الأمريكية إلى كردستان سيكون بالتنسيق مع الحكومة العراقية، حكومة أقليم كردستان لن تتصرف منفردة في هذا الموضوع. النقطة التي أود الإشارة إليها بأنه في العراق ليس هناك جيش، وحينما كان هناك جيش تم تسليم كادوا أن يسلمون بغداد إلى داعش، لا أقول موصل فقط الأنبار، كادوا يسلمون بغداد أيضا إلى داعش. لهذا بتصوري من السابق لأوانه التحدث عن وجود جيش عراقي، وليس هناك جيش عراقي، العراق لا يمتلك أي جيش، هناك تم شرعنة ميليشيات أو شرعنة مسلحين تبرعوا وتطوعوا للدفاع عن ديارهم وعن وطنهم. هذه حالة لا يمكن لهؤلاء ناس، مع التقدير والاحترام لهم لكل متطوع، ربما كنت أنا أيضا من المتطوعين في الدفاع عن وطني مع أقاربي إخوتي، ذهبنا كلنا لندافع عن الوطن، لكن نحن لسنا عسكر، نحن لا نصلح أن نكون نموذج لوزارة دفاع عراقية أو وزارة دفاع كردستانية. في حالة أثناء حالة الدفاع عن الوطن برز هناك من يخرج من بيته ويدافع عن وطنه، الآن يريدون أن يكون هؤلاء الذين خرجوا في حالة الضرورة للدفاع عن الوطن أن يكون بنية أو أساس جيش دولة، فهذا غير ممكن. وهكذا جيش مهما كثرت أعداده لا يمكن أن يدافع عن الوطن. خروج القوات الأمريكية هكذا مبكرا وبدون أن يكون هناك جيش في العراق سيعرض العراق إلى أطماع إيرانية. وصلت الفكرة أستاذ محمد، مضطر أني أشكركما لأنه تجاوزت الوقت المخصص. أشكرك. ضيفي من دهوك الأستاذ محمد عامر ديرشوي، أكاديمي في الاستشراق والعلوم السياسية، شكرا لك، وشكر موصول لك أيضا ضيفي من بغداد أستاذ محمود الهاشمي، كاتب ومحلل سياسي. الشكر الأكبر والأعظم لكم مشاهدين على طيب وحسن وكرم تابعة، دمتم بخير، إلى اللقاء.